بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يوم غريب جدا، في حاجتين متضادين وعكس بعض، حاجه حزينه جدا لجمهور ريال مدريد وكل محبي المرينجي باعلان النادي رسميا رحيل الاسطوره سيرجيو راموس عن الفريق بعد 16 سنه قضاهم في قلعه البرنابيو، والراجل قرر ان هو مش هيستمر والنادي قال له شكرا جزيلا، ودي حاجه صعبه جدا لكل جمهور ريال مدريد ان هو يشوف القائد راموس في مكان غير ريال مدريد، بس هذا هو حال كره القدم يا صديقي، وهي دي حال الدنيا. والناحيه الثانيه بقى في احساس كده ممتع واحساس فرحان، لان اغلبيتنا بنحب منتخب ايطاليا، اغلبيتنا متربي على بيرلو، متربي على جاتوزو، متربي كمان على البييرو، على وجود جالويجي بوفون، فكلنا كان في القلب كده غصه من عدم وصول ايطاليا لكاس العالم 2018 وبعدها الاتحاد الايطالي، ويروح يجيبوا مانشيني ويفضلوه على كونتي اللي مش بيحب شغل المنتخبات، ووقتها مانشيني بيقرر يعمل الحاجه اللي هو بيحبها وهي بناء فريق جديد، فريق شاب بهويه مانشيني. ايه بقى هويه مانشيني؟ مانشيني مدير فني بيحب السكس فوتبول، مدير فني بيحب الكره الشامله، مدير فني عنده مشكله كبيره جدا مع الطريقه الدفاعيه، فالراجل كان عنده التوقيت المناسب جدا انك تغير هويه المنتخب الايطالي. ليه؟ لان الفريق ما وصلش كاس عالم، فانتوا لو عملت اي حاجه محدش هيقدر يعرضني، انا راجل بحب اللعيبه الشابه، انا راجل بحب ان انا ابني فريق هجومي وفريق يكون هو النجم، ما عنديش انا لعيب بيكون نجم الفريق، احنا لما اغزى الفريق هو النجم، ودي حاجه اغلب الجمهور بيحبها. ليه؟ لان احنا بنحب المثاليه، بنحب ان احنا نشوف تباهوا بيه. ايطاليا معروفه عنها من زمان الجرينتا، ومعروفه عنها الاسلوب الدفاعي، احنا نتخلى على الاسلوب الدفاعي ونخلي الجرينتا مكمله معانا، علشان محتاجين الجرينتا في الكره الجميله اللي احنا هنأديها. سكس فوتبول هنعمل ارقام قياسيه، 27 مباراه بلا هزيمه زينا زي المنتخب الجزائري، بنحاول ان احنا نلم تاريخ جديد لمنتخب ايطاليا، بنخش اليورو اول مباراه قدام تركيا بنكسب 3-0 باسلوب جميل جدا، اسلوب الفريق فيه هو النجم، النجم الكبير جدا جوه، هو الفريق مش لاعب بعينه، لان احنا ما عندناش كريستيانو ولا عندنا ميسي، احنا عندنا فريق منظم، عندنا فريق بيلعب كره شامله بكل معانيها، كره شامله بتكمن في قوه نص ملعبك، نص ملعبك اللي فيه واحد زي جورجينيو ونكرا باريلا، مانويل لوكاتيلي اللي النهارده كان واحد من نجوم المباراه واللي قدر ان هو يسجل هدفين، علشان خاطر برضه ايطاليا تطلع كسبانه النهارده 3-0، علشان المباراه الثالثه على التوالي ايطاليا تطلع كسبانه 3-0. ايطاليا بتقدم حاجه عظيمه جدا، حاجه ممتعه جدا، حاجه بتجبر اغلب اللي بيحبوا كره قدم ان هم يشجعوا ايطاليا. ليه؟ علشان الحته اللي انا قايلها لك، الفريق هو النجم، واحنا الحته دي بتحسسنا بان لسه في حاجه مثاليه، مفيش كريستيانو، مفيش ميسي، مفيش مثلا زياش في تشيلسي، مفيش لعيب بعينه بيخطف الاضواء، لا، الفريق كله كمنظومه واحده، فريق كله جرينتا، روح وقلب، وعايزين نرجع ايطاليا لتاريخنا تاني بالاعتماد على كيليني وبونوتشي والاستمراريه بتاعتهم، لان الاثنين دول بيقدروا يدوا جرينتا وبيقدروا يدوا روح للعيبه اللي حواليهم، سواء النهارده جوفاني دولورينزو اللي بيلعب مكان اللي بيلعب مكان فلورينزي، علشان فلورينزي الماتش اللي فات هو غيره فقرر ان هو يبدا النهارده بلورينزو، وبيلعب الناحيه الثانيه بسبينازولا يلعب روما، وفي نص الملعب زي ما قلت لك في جورجينيو وفي نيكولا باريلا والنجم الماتش الاول لوكاتيلي وانسيني وموبيلي، والنهارده باريدي مش عارف هو ما قعد تشيز على الدكه، بس عادي يا معلم، اي حاجه يعملها مانشيني جوه الفريق هو ادرى بيها. ليه؟ لان هو اللي باني المجموعه دي، وهو اللي باني الفرقه دي، وهو اللي عارف كويس قوي امتى هينزل تشيزا وامتى يخلي تشيزا موجود على الدكه، لان برضه تشيزا ده لعيب لو خد فرصته هتلاقي ان في حلويات بتتقدم في الملعب، ولاعيب مهم جدا بجانب انسيني وبجانب كمان تشيرو موبيلي. موبيلي اللي انا كنت متفاجئ جدا ان برغم مستواه السيء النهارده ناس كتيره جدا نسيت موبيلي بتاع اخر سنتين، وبدات ان هي تقطع فيه اللي هو يا جماعه ده موبيلي، يعني موبيلي لحظه كده ممكن يجيب لك هدف، وده اللي حصل فعلا، راجل قطع الكوره شاط سجل، كله قال لك امبولي ده مهاجم عالمي، اللي هو يا اسطى مش كان من دقيقتين مهاجم على قده؟ عيب، احنا بتوع الكلام ده، احنا اهم حاجه اللعيب جاب جون يبقى ده عالمي. بس انا بصراحه مستمتع باللي بتقدمه منتخب ايطاليا، منتخب ايطاليا كمنظومه هو المنظومه الاقرب للكمال لمنتخب فرنسا، لان هو ده الفريق اللي تقدر تقول عليه كده ان هو فريق، انما الباقي كلها شويه فرديات عزيزي، كله شويه فرديات، يعني منتخب البرتغال لحد دلوقتي ما رناش النسخه اللي احنا منتظرينها منه كفريق عنده هجوم كتير، منتخب المانيا برده جاي نسخه نوعا ما مش جيده جدا، منتخب اسبانيا لسه فريق بيحضر جديد، وفريق ان هو برضو تجربه ايطاليا هي بنحاول ان احنا نبني فريق جديد، بس الفريق الجديد عندنا مشكله ان الام بسبب مدير فني في حاله، فالمنظومه كلها بالنسبه لمنتخب ايطاليا بتقول ان هو الفريق الوحيد القادر ان هو ينافس منتخب فرنسا في النسخه دي، واتمنى ان ظني فيهم ما يخيبش او ان هم يتنحسوا بعد ما قلت الجملتين دول، وان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم يوصلوا للدور الثاني بثلاث انتصارات، علشان خاطر المباراه الجايه صعبه جدا ان انا الاقي منتخب ايطاليا تعثر قدام المنتخب الويلزي،
حتى بعد تالق جاريث بيل النهارده مش مقبول، لان وقتها هيتقال عليا ان انا اللي فقر، وان انا لما اتكلمت على ايطاليا الماتش اللي بعديه خسروا، ووقتها صديقي مش هيبقى عليا اي حاجه غير ان انا اقول لك اعمل لايك او سبسكرايب، ويا ريت تدعو كلنا المنتخب ايطاليا يكسب الماتش الجاي قدام ويلز علشان خاطر ما اطلعش انا فعلا اللي فقري، واول ما اتكلمت على ايطاليا راح مغلوبين الماتش اللي بعدها، وقتها هيكون لكل حديث رخم قوي.